تبع الاخوان ولا يساعد الاخوان، عشان كده يعني انت مع القرار ولا ضد؟ حبيب هو طبعا مش مع القرار، عشان انا شايف ان ابو تريكه طبعا لعيب عظيم وليه تاريخ عظيم واحبه، بس هو ده اللي انا شايفه. لا طبعا ما يستاهلش يعني كده. انت ضد مصادره التحفظ على الاموال طبعا، ابو تريكه ده خط احمر اصلا. طيب انت رايك كيف قرار التحفظ على اموال ابو تريكه؟ لا طبعا ما ينفعش، يعني ابو تريكه لعيب عظيم بقاله سنين في الاهلي وخدم النادي، فما ينفعش يعني كده. يعني انت ضد القرار؟ اه طبعا. انت مع قرار التحفظ على اموال لاعب كده ولا؟ طب انت تعرف ليه طلعوا القرار ده؟ قالوا؟ لا مش عارف الصراحه، بس هو ما ينفعش هم يعملوا القرار ده اساسا. هو القرار متعلق ان هم لقوا ان في شركه من شركات ابو تريكه ليها علاقه بالتنظيم الاسلامي، فانت مع القرار ان هم يصدروا امواله كلها عدم التسرب فيها؟